وانا هو ما شاء الله عليه قدم نفسه بشكل جيد، وبرضه يكفي انه من محبين علي الغامدي. ايه يعني هذه الاشياء كلها تشفع له، لانه دائما اللي يحب الاساطير هذا ان شاء الله انه يا حبيبي ابو سلطان انت اسطوره عظيم. ابو سلطان تخليني استغفر بالاسحار يا ابو سلطان. ابو سلطان انا اعزك واحبك لكن تكفى صوتك يروع خلينا ثلاث شهور. حبيبي كاميرتك هنا الله يسعدك. ما ادري وين يخليك واقف مكانك. استجد. معنا ابو سلطان. اي معكم يا حبيبي. الرجال كان واقف ابن محمد معي. الرجال قدم نفسه كشاعر واللجنه ما قصر ابو حزام ومحمد منصور في مساله التصويت الله يعطيهم العافيه. انا بالنسبه لي الرجل هذا اتمنى له التوفيق بغض النظر انه يحبني ما يحبني هذا شان خاص فيه، لكن اللي اقوله اتمنى انكم ترصون عليه جوا ونشوف هل هو بيكون شغال في سكريبت ولا ماش. بس الحبيب تركي كان خارج الفورمه وش السالفه؟ ما عشان الربيز الربيز الله يقطع الحسد. الربيز الله يقطع الحسد. نعطي الربيز يا تركي تركي تعال معك ابو سلطان بنروح نشيل الربيز. الله لا يقدر علي علي بعطيه الربيز حقي. تعال ما اعطيه الربيز اقعد شغلنا حبر الشيء. ابو سلطان ترى يتوتر. سولفوا 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 تكفون. خلاص خليه يجي خليه يجي يلا جاك يعني يجيك ابو سلطان. اي نعم اي نعم.